مشاهدينا ومتابعين قناة أشواق عتبي، رجعنا لكم من جديد. لازلنا نتواجد بكواليس زنقة السعادة، سيتكوم ديال زنقة السعادة، حدايا الأستاذ الهرم سيدي محمد الخياري. فرحانة بزاف. بارك الله فيك. لا بالعكس، أنا اللي فرحان اللي جيتوا تشوفونا في كواليس ديال التصوير، وجيتوا تحضروا معنا في استوديو العرش اللي كنصوروا فيه الأحداث ديال جميع السلسلات اللي دوزنا في القناة الثانية. أنا بغيت نسولك الأناقة وهذا الجمال وهذا الحضور وهذا الهيبة، كيفاش حويج المنتج هذا؟ أنا كنجيب إما بسيرفيت إما بفوقية، هذو حويج ديال التمثيل. أنت اللي لبستيها كتجي معك، شفنا كتب الفوقية وواتاتك. كيقول لك السر في الساكن ماشي في المسكن. لا الحمد لله، الحمد لله، كنشكر الله والحمد لله على هذه الأشياء هذه، وهذه الحياة. زنقة السعادة غادي تكون شوية مبدلة هاد العام، لأن سولنا عبد الصمد قلنا له واش غتكون الكنة ديال المصرية، عفوا المراكشية، قال لي لا غادي يكون هذاك الشيء كل واحد، وغنحاولوا تكون كزاوية 100% تقريبا ربما. لا لا، هي 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 الفرجة واحدة، ولكن الاختلاف كاين دائما في الموضوع وفي المدينة، لأن السنقري ولا القناة الثانية من خلال السلسلات ديالنا دائما كنحاولوا نديروا تكريم لواحد المدينه معينه. شفناها من خلال مجموعه السيتكومات، لكن هذه مراكش، هذه لا، هذه ما فيهاش. ولا مشينا بعيد واحد الوقت، بقيناش كنلعبوا في المدن، لعبنا في المغرب، في البلد، في الوطن، وقلنا بلي كلنا مغاربه وجمعنا المدن بزاف. واحد الديكور اللي كان هذاك كان تكريم لبني ملال وازيلال، والكوبيراتيف كان تكريم لازيلال شخصيا، وحي البهجة واحد وجوج كان مراكش، الخاوة كان أسفي، و كلنا مغاربة الأخر. لا، والأول كاع لوبرج كان البيل الويدان، كان البيل الويدان، لكن هذا عمومي، هذا لكل من يحبنا، الجمهور، هذا تكريم الجمهور. بيان سور، هذه سلسلة كتكلم على قضايا مغربية معاشة، كيف تنقولوا، يعني داك الشيء اللي كنضلوا نعيشوه. احنا كنلمسوا فيك دائما الجراه، واخا كتكون كدير الكوميديا، ولكن كاينه واحد الجراه كتصيفط دي ميساج. شويه مش ريجم، مش ريجم، ماشي بحال ملي تيكون عندي لو سبيكتاكل مثلا، ملي كنكون سير سين بوحدي في ستاند اب، كنحل الباب كله. دابا غير مش ريجم كتلوح دي ميساج زويونين، علاش؟ لانك ما خدامش غير بوحدك، خدام مع جماعه من الممثلين. ثانيا، دايز في التلفزيون الرسمي اللي عنده علاقه باي قطاع ممكن ننتقدو انا، فالتلفزيون ما يمكنش يدوزني انا مثلا كنقشب على واحد الجهه معينه، فهنا كيبقى داك التقشاب محدود. كاينين دي ميساج، كاينين رسائل مشفره، ولكن حنا عرفنا بانك وليتي جد. جد من؟ ولو عندك احفاد. ودابا ما استيما تقولي هذا البرنامج، قولي في الراديو بعدا نقدر نكر. دابا كنبان عندك احفاد تبارك الله ما شاء الله، ما تتبانش فيك، شنو السر؟ اعطينا السر. والله ما كاين لا سر لا والو، قسما بالله. شنو كتاكل؟ واش غنقول لك؟ كناكلها. ما بغيتيش تشرف؟ ايوا. وانا ملي كنت صغيره وانا كنتفرج فيك انا شرفت. مازال تكبري وما تبقايش تشوفيني، حيت غنكون زدت، غنكون سلت. انا ماشي تندي. لا لا، عندي جوج بنيات، عندي ولدي عثمان، وعندي بنيات جوج، يعني شهد واميره، وعندي خوت، وعندي ايوب، وعندي اسماعيل، وعندي مدام، وعندي رضات سيدي ربي ورضات الوالدين. تمام، بغينا نقول لك بركه في راسك، واخا قديم. لا، العزومه كيموتش، ما مشى معك باس. اول مره غادي نتلاقى. مرحبا، هذا حال الدنيا. اخر كلمه للجمهور؟ ما كراش، ما تكونش عمرها تكون اخر كلمه، يعني الجمهور دائما كيف تنقول هو السند، هو الدعم، هو المشجع رقم واحد ديالنا، يعني اللي قالها علينا مقبوله، واللي لاحظها علينا مقبوله، واللي قبلها منا كنقولوا له شكرا. صراحة أنا كنتي كتعجبني في التلفازة، دابا أنا زدت عجبتيني أكثر. صراحة نبغي نقول لكم الروح الطيبة، واحد لي جود فايبس كيعطيها لينا السي محمد الخياري، تبارك الله عليه ما شاء الله، ودائما كيضحك يعني في الحياة العادية، يعني بحال لي سيتكوم بحال العادي، ما عرفتش منين كتجيب هاد النكات. لا تبارك الله. شوف أنا نقول لك، مني كتكون تلقى في الله، يعني ما عمرك تخص من الابتسامه، ما عمرك تخص من الخاطر، ما عمرك تخص من السعاده.
واخا ان الممثل اللي عنده حياته شخصيه راه كيكون بعض المرات عنده مشاكل، ولكن تماما تماما راه بعض المرات تكون خارج من الدار مقلق ولا ما مفهمش، خصك تكون هازه معاك، لان المواطن ملي كيتلاقى معاك ما فخباروش بلي انت يا مخاصم مع ولدك ولا مقلق عليه ولا مرتك قالت لك شي حاجه وما عجبكش الحال، خصك ديما تكون هاز معاك لا كاسكيت اللي فيها السين السعاده وتضحك معاه في التصويره، واخا تكون يلاه فيق تماما، لان الجمهور هو الدعم، هو الكونت بونكير اللي ما عمرو يخوى. تماما، شكرا لك، كنشكرك و سيتي ان بليزير انني نكون حداك. متبادل متبادل، شكرا لك بزاف، انا شرف ليا انكم جيتوا تزورونا وتوصلوا هاد الكواليس للجمهور الجميل. شكرا على الفرصه اللي عطيتينا، وتبارك الله عليك. وصلتوا معنا لنهايه ديال الفيديو، كانت معكم مريم فسحي خلف الكاميرا، تحيه كبيره لاشرف عوينه اللي كيصور معنا في بزاف تحت الشتاء في بزاف الهيبات صراحه كيصبر معايا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.